في نقطه الراجل عاملها كويسه جدا، ان انت نازل جدا بمتوسط الاعمار. نعم. انت عندك اكرم ده منتخب اولمبي، فتوح منتخب اولمبي، الونش وحجازي، حجازي يعني اكبره، لكن انت عندك امام عاشور صغير، زيزو صغير، محمد صلاح، تريزيجيه، مرموش، مصطفى محمد، كلهم في السن اللي هو يجمع ما بين اللياقه البدنيه العاليه وما بين الخبره. انت ما عندكش لعيبه كبيره عندك غير عبد الله لو لعب، عندك حراسه المرمى الاثنين صغيرين صبحي وجات، عندك اكرم توفيق وعمر كمال وعندك فتوح وعندك عبد المنعم وعندك حمدي فتحي وعندك زيزو وعندك مرموش وعندك مهند صغير وعندك مهند 25 سنه وعندك مصطفى وعندك تريزيجيه وعندك رمضان يعني محمد صلاح 25 سنه. لا محمد كابتن هم انا بقول لك يعني اتنين بس اللي معديين ال 30. السوليه وعمرو. السوليه هيبقى احنا بنتكلم في اللي يبتدوا السوليه وعبد الله السعيد وعبد الله لو ابتدى وحجازي. بس حجازي 30 حجازي زي صلاح 29 يعني سنه. يعني حجازي 29 مش بيلعب من زمان قوي فبيلعب 10. لا حجازي ما هو جيل صلاح نفس الجيل يعني.